الرائد الحال اللي كيوقع هذا الناس كلشي اللي كيوقع هذا الشيء هذا خصهم الاعدام، اعدام كامل اللي كامل هذا الشيء هذا خص الاعدام باغسكو شي يدور في المغرب ولا في شي دول اخرى. الصراحه اي واحد كيعمل هذا الشيء هذا خصو الاعدام، اي واحد ماشي غير امني وجبد اللي كيعمل هذا الشيء خصو الاعدام، هذا هو الحق. هذا الشيء هذا كنسكروا منه بزاف والله العظيم، وصراحه حنا كنخافوا وتخلعنا. اي والله هذا الشيء هذا راه كيخلع بزاف، وهذا الشيء هذا كيتزاد صراحه، هذا الشيء هذا كنشوفه كيتزاد بزاف. اللهم دام منكر، هذا راه خصو العقاب ضروري، خصو العقاب خصو يتعاقب. هو اللي سمعت قال لك قطعوا له راسو، هادشي كيخلع صاحبي. انا تيدير تخيل اذا قطع له راسو كيفاش عطيه هو قلب يقطع له راسو هيدا حدا. الله الا زعما الصراحه الله الله يحسن العون والله الله يرحمه مسكين، وهذا خصو يتعاقب ضروري. انا قلتها وكنعاود خصو يتعاقب. هذا الشارع هذا راه كيخلع بزاف، هذا الشارع هذا تقدر تدوز منه. اي والله دوز من هنايا، لا قطع الشارع دوز من لين. اي والله الله يحفظه صافي. انا تعرضت للاعتداء، ها هو تعرض لي واحد فهمت، وعاطيني 4 شهور الحبس. الا لقاو عندي السيف ولا شي زنا غيضربوا الام وغيضربوها عام. وانت ضربتي ياك وهز السيف وعطيه 4 شهور، كيفاش درتي لها؟ دابا بغيتش والمحامي هي ما يحسب فيها، قرا عنده الدكتوراه المحامي، ومع ذلك هذا الحساب ديالو ما خرجلوش مو هذاك. ما بالك عايشد بنادم ويقطعو فهمت، وكتجي جمعيه حقوقيه كتقول لك انا الحق لحقوق انسان ما حقوق انسان وكتخرجوا. لا خصو شوف السينو بالسينو بادوا الاظلم. انا بغيت هاد الناس هادو الدوله تسمع الهضره ديالنا، حنا كمواطنين حنا ضعفاء، باش كنقولوا اقوياء كنقولوا اقوياء بالسلاح ديالنا. السلاح ديالنا شنو هو؟ حتى حنا بقى نهزوا السيوفه نهزوا المناشر نهزوا، ولكن لا حنا ولاد دور الحق والقانون ما خصناش نديروا هادشي هذا فهمت. خصنا الدوله ديالنا هي دير هاد الشغل هذا. وكنشوفوا هنا كتجي حقوق انسان كتبقى جمعيه لا وهذا حق عنده حق الحياه، شمن الحياه هذه؟ وقطعتي بنادم شديتي وقطعتي طروفه، شمن حق الحياه ديالها؟ كما قطعوا هو خصو يتقطع اولا، كما تعرض لي انايا هاهي تعرض لي خصو حتى هو يتعاقب، حتى هو نتي دالو في رجلو نديرو في يدو ولا في وجهو. ولكن لا حشومه كاين القانون، كاين القانون في البلاد. لان هذا الشيء هذا ملي كيجي من المخدرات من الاقراص الهور سميتو من الاقراص، شكون كيدخلهم؟ كيدخلهم الجزائر، كيدخلهم مؤخرا ولا كيدخلهم اسبانيا، خصهم يعاديونا، خصهم يلوضوا الفوضى في المغرب، خصو بنادم يتقطع، خصو بنادم يموت، خصو ما تبقاش الدولة ديالنا شادة واحد الأم ديالها، خصهم كيظلمونا هاد الناس هادو. ولكن الحمد لله مع الناس الحموشي والناس سميتو راه قايمين بالشغل ديالهم، ولكن هادشي هذا راه بصح ما خصوش يبقى، هادشي راه جريمة كبيرة بحق المغاربة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.